السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وشكل السلاكة بعد التجديد وفرجة كده على كام قص وشوية معلومات هتفيدك داخل موسم الفرخ. قبل أي كلام، زي ما أنا وحشكم كتير، قسما بالله انتوا وحشني كتير. طبعا متشكرين للناس اللي كلمتني على الواتس، على الفيس، تلفون، من بره مصر او من داخل مصر. محبة الناس هي الاساس. الفترة اللي فاتت دي مش عشان اشوف معزة الناس والقصة دي، الفترة اللي فاتت دي كان في ظروف ربنا لوحده الاعلم بالواحد، واخر حاجة كان خالي توفى الاسبوع اللي فات، فبرجو من الناس الدعاء بالرحمة، ربنا يغفرله ويرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، وكل من قال امين. نقول بسم الله ونتوكل على الله. نخش كم معلومه الاول عشان انت تبدا موسم على ميه بيضاء. لقيت الحمام والدنيا زي الفل وفي بشار، بس لسه ما فيش ولا زغلول طلع، بس اهو يا مسهل نكشنا كام حصوايه، في حصى عمر، في حصى معمرش. دي برضو نقطه من ضمن النقط اللي انت برضه داخل الموسم، موسم جديد. وارد يكون فرد حمام يكون بيعمر معاك السنة اللي فاتت او الموسم اللي فات، يجي العش ده يفوت منك، لسه الحمام يعتبر متستف، الحمام بقاله فترة، النت بعيد عن الدكورة، فبيبقى في حاجات كده هو لازم تصحى للكلام. في ذكر بيبقى صامت، النتاية بتخش عليه، شايف النتاية بتزوف وهو بيقعر خفيف، بس ممكن ما يكونش بيسكحها. فدي من النقط ان ممكن الحمام بيفوت معاك وانت ما تاخدش بالك منها، يعني ممكن النتي بتحس عشان زايفة وذكر بيقعر جنبها، فبتبتدي اللي هي بتحس حصى شبع لان عنقود حصاها اكتمل، فبتبتدي اللي هي تحس معاك الحصويتين، تيجي تكشف على الحصى بتلاقي الحصى بتاعك فوت. دي نقط في اول الموسم، وارد اللي انت بتلاقي ايه حصى كتير بيفوت، دي نقطه. يبقى انت ايه تريح دماغك منها، ما تقلقش. حته اللي انت تدي ادويه ومحفز جنسي والقصه دي كلها فكك منها، عشان انا بص في حمام كتير مشيت معاه ادويه ما جابتش معاه اي نتيجه. بننضف تحت فرد الحمام اللي هو لو مشوك، ولا اللي مثلا النواعم دي لسه ما اكتسبت، يعني اللي مثلا لسه ما تستفتش، فممكن بنفركه له كده تحت المشخ بتاعه، يا اما بننضفه له كده هنا اهو، بحيث اللي هو ايه يجي يعمر على طول، يعني يطلع على النتايه ما يبقاش في شو، ما تبقاش النتايه تجري من تحتها، ولا اللي هي مثلا النتايه تكون مشوكه يطلع يسكعها يتشوك فبيقلبوا من على بعضهم، فبتلاقي برضه حصى بيفوت. دي من ضمن الحاجات. تمام يا رجاله؟ تمام. طيب في نقطه بقى، ان هو الحمام بتاعك بيبقى صامت، الدكوره بتاعتك صامته، وفي حمام بيدب في حمام، فانا اقول لك على حاجات كده اهو. بص السلكه، لو انت تلاحظ السلكه بتبقى هاديه خالص، عشان خاطر اسخن الحمام اللي في قلب البيبان ده لازم اسيب له حمام في قلب الارضيه، عشان اسخن الحمام ده، لان هو بالطبيعي ذكر بقاله فتره بعيد عن النتايه، النتايه بقالها فتره بعيد عن الذكر، ممكن يخننوا البعض ويقعدوا في قلب التاجر، لكن الذكر مش سخن، مش هيخش يسكحها، لا هو ايه ليه ونيس هتقعد بقى في قلب الطاجن وهو يقعد جنبها ممكن ما بيسكعهاش، لا انا عايزك تركز في قلب سلكتك دي، وعايزك تصحى لاي حاجه، انا عايز اخلي الحمام ده الديكوره لو سبتها تكسر على بعضها، اخليك تسيب الديكوره لو من كتر الكعير اللي هتجعره، من كتر اللي هو يعتبر هيسخنها على بعضهم هيكسروا على بعض، فانت دلوقتي قافل السلاكه عندك ومرتب الحمام بتاعك ومستفه، فبتبتدي بالليل تعمل ايه؟ هسمعك نغمات من الحمام ده، هسمعك دلوقتي نغمات، وصوت الحمام بيبقى عامل ازاي لما بتفتح لقصين ثلاثه كده على الارضيه. ممكن تحضين، مش شرط حمام غزار، يعني لو حمام غزار ممكن تفتح لقص قص، يعني لو حمام غزار عايز اللي هو يفك عضله ويكسر وهو سايب، تفتح لقص واحد ما تسيبوش في وسط تحضين، يعني قص راكبين بعضهم وعايز اللي هم يفكوا عضل بعض،
تبتدي اللي انت تقفل البيبان بتاعتك كلها وتسيب القص الجزار يكسر. لا انا عايز اسخن الديكوره اللي في قلب البيبان ده وعايز اخلي السلكه بتاعتي فيها نغمات موسيقيه بتاعت الحمام. يبقى انا هفتح لكام قص كده اهو هنسمع مع بعضنا الدنيا هتبقى دايره ازاي. لسه بس بنسخن اسمع صوت الحمام يعمل ازاي. بص لما الحمام بقى كله يبدا اللي هو ينزل على الارضيه عايزك تركز بقى لصوت الحمام بقى يبقى عامل ازاي. انت سامع صوته؟ طب ما تيجي نتفرج على شكل الحمام بيبقى عامل بقى ازاي في قلب البيبان. بص اللي كانوا قاعدين صامتين ما كانوش بينطقوا. بص دلوقتي اهو اهو بص هيجعروا فين؟ هيجعروا على الحمام ده ويبتدوا يركزوا مع النتي بتاعتهم. بص كل واحد هيبتدي ايه يخش على النتايه بتاعته اهم هيسخنوا على بعضهم بسبب قصين ثلاثة على الأرضية. حاجات في قلب السلاكة مش لازم حد يقولها لك، لا انت تقعد كده تشرب لك كوباية شاي اعرف ايه الخلل اللي عندك واعمله. هي دي غية الحمام. مش هقول لك بقى ايه لقى حافظها من فلان عاملها من علان، لا انا الحمام ده انا بقعد معاه بتأمل معاه بتخيل معاه ببتكر فيه لان هو ده الغاوي، هو ده الغاوي اللي انت تشوف الحاجات اللي بتبقى ناقصاك واسأل نفسك في قلب الغية ايه المشكلة وعالج. طيب خلاص كده احنا ايه ادي لقطة على السخان. طيب ادي شكل الغية، شكل اللي هو السلكة لسه برضو ايه اول فيديو الواحد يعمله بعد غيبة طويلة اهي. ادي البيبان اهي. طيب عشان برضو ايه اوريكم كام قص اللي احنا لاقينهم برضو مع بعضنا كده وجعله موسم خير على الجميع ان شاء الله. ادي العيون اهي، دي القديمه البيبان بتاعتنا القديمه اهي. نقول بسم الله. ده كان قطاطي كان بيترمي فوق جبنا له انتهى قطاطيه اه قص راكبين بقى قص على نبره سمر دولت القص الكبار بتوعي وبنتهم اللي بفرخها على القطاطي الصابوني برضو ايه هوريها لك. المرقع ده واخد النتايه المرقعش قفا دولت وشهم بسم الله ما شاء الله شايلين عطر كده كده. الدكر جتته مقفوله ولا في بقى هيبقى طرطشه ولا في اي حاجه وان شاء الله هنشوف فرخهم هيبقى عامل ازاي. ده القطقات الصابوني على النتايه العنبريه دي بنت القص العنبره اللي فوق راكبين بعضهم. دولت قص حضان كده محضنين تحتيهم حصويتين وشكلهم رايقين. دولت قص روحنا فرد حمام ده كان بيترمي وانتهى برضو كانت سايبه من واحد حبيبي برضو حبيبي ابو مصطفى. قص استراد ده راكبين على بعضهم بيجيبوا جتت على بياض عشان نتا منوره عينيها منوره. ذكر الاسود وزار على نتايا السود اللي انا بفرخها لسه اول لأ وليع هنشوف. قص حلص بعيون بيضة ذكر فحمي نتاه فرويا بيجيبوا فحميات عن النتاية دي يعني انا كنت مجربه اخر الموسم لقط عن النتاية دي بيجيب قشر بندق وبيجيب فحمي واحد واحد. قص عبايسة مصريين مستواهم ضعيف
ولا فيهم مسله ولا فيهم وحمه اللي هي بتبقى تحت الكتف دي، بس هو بيزق كويس، فكده كده حتى مش فارقه اللي انا ايه بفرك. ده كرز نيلي على انتاز اسكندرانيه، قلتلك كده كده بسيب من النوم، انا عايز بس الاتياج. دول تقص استرالات راكبين بعضهم، راكبين على حصان. امبار اسمر ده كان بيترمي فوق ونزلته، بجرب عليه النتاية دي عشان هو اصلا ايه عقدة فيه من 2016، وفرد الحام ده يوم ما جربت اللي انا انقش منه حصويتين فوت معاه، فقلت عشان ما استهلكش نت يعني ابرة سمر لان هي واحدة بس، قلت اجربه على السودا دي اشوفه بيعمر ولا لا. دولت كام قص حضان كده محضنين تحتيهم. دي طبعا خناقه في قلب السلكه، دي الدبانيه دي على الدكر الازازي، قصر واحنا تانيين برضو من سكه ابو مصطفى، خد الاسكندران السيده زينب على دماغنا من فوق، اخوات اخويا وحبيبي قص حلص. دولت الكام قص اهو، ده ذكر المسود كان بيترمي فوق نزلناه المسوده دي، ودولت كام قص حضان كده قص شخاش لهم صوت سايبين. ذكر اسود سبن حمر ده على انتاع حمرا، برضه الحصويتين دولت مروقين تقلقش، يعني انا بكلمك كل ده وارد في قلب السلاكة. قص استراد دولت برضو الدكر ده فوت على النتاية دي، فرحنا ايه محضنين تحت، مفيش اي مشكلة لان في حمام اصلا مؤخر ايه يعتبر مؤخر قلش، في حمام لسه على السمم. دولت برضو كام قص دولت حضان، قص شخشلة بالبرانيت، قص شخشلة حم. ربنا يزيد الناس كلها ويبارك للجميع ان شاء الله. المبدأ معايا يا جدعان مش مبدأ حمام، المبدأ معايا اصلا كانت جاية في نفسية، يعني قصة الحمام معايا عشان برضه ايه سوء فهم كده مع بعض من الناس. طب انت خايف على حمامك ما تصوروش القصه دي اللي فيها الله ما بتغرقش، والمبدا معايا مش مبدا حمام، ده في الاول وفي الاخر ده بتاعت ربنا والاعمار بيد الله، وده ريش بيبقى محطوط في قلب البيبان، والنبي لو حطه مكفنه وحطه في قلب كرتونه واخده معاه كل نصيب هيموت فهيموت. المبدا اللي هي جت كذا حاجه جنب بعضها، فبقول لك القصه لو هتيجي في الحمام بعيد عني في داهيه، يعني لو القصه كانت جايه معايا انا يعني مثلا ايه خلاص في الحمام ومش فيا انا في داهيه، مش فارقه اي حاجه برضه عشان سوء الفه اللي وصل لبعض الناس، لكن اللي بيحبك هو شايفك صح، هو فاهم انت بتتكلم في ايه. فده كان الفيديو بتاعنا برضه قبل ما نختم الفيديو، في لقطه لو ذكر بيدب في انتهى شوف الذكر، لو ذكر عيل صغير اديله حماميه راس تكون بتفهم الحماميه تزوق قدامه ويبدا اللي هو يجر عليها. حطه انت في باب بقاله فترة او متشبب في قلب الباب ده، لما تيجي تلقيه خده من الباب ده اللي هو متربي فيه حطه في باب هو والنتاية مرة واحدة، يعني تمسكهم كده ده افرادنا عيل صغير كنت مشببه وعلى الصم، ممكن تحط له حمامية يفضل يكسر فيها يكسرها اللي هو يضرب فيها لغاية ما يفتح لها دماغها، فهو عشان الباب بتاعه ده وهو لسه يعتبر سن البلوغ بتاعه لسه يا دوبك بالغ، فاللي هو ايه مش هيعرف اللي هو مثلا ايه حماه هتسوق قدامه هيجعر ويصرخ والقصه دي، لا انت ممكن تاخدهم ليله بلا كده القص هتلاقيه على النتايه دي، روح واخدهم كده باب جديد وتحطهم مع بعض وتحطهم مع بعض. طب بعمله كده وبيفضل برضه يضرب في قلب النت، يبقى هو تاخده شخصيا كده وترميه في مصطبه النت، هيشوف النت يتزف قدامه هيبتدي اللي هو يجعر في نت بتبقى زايفه، ممكن نتايه تخش تكسر على الدكر، فدي برضو نقط في قلب الفرخ بتاعك. اجعله موسم خير على الناس كلها، واجعلها سنه سعيده على امه محمد. معلش استحملونا اللي احنا تاخرنا عليكم كتير، بس قسما بالله كلامكم
هو اللي رجع الواحد تاني عشان الناس اللي بتقول لك انت ما تبعدش عن حبايبك. ده الفيديو بتاعنا النهارده يا جدعان، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد، عشان الجديد اللي جاي ان شاء الله خليها مفاجأة وخليها على الله، لان اللي جاي ان شاء الله غير اللي فات خالص. ماشي يا رجاله، فاحلى مسا على كل الناس، احلى مسا على مشتركين قناه كتب ادب ومش مشتركين قناه كتب ادب. لو عجبك الفيديو دعمنا باللايك عشان الفيديو ينتشر. لو في اي حاجه اكتب لنا برده رايك في قلب الكومنتات. وتحياتنا لاخواتنا وحبايبنا مشتركين القناه عندنا، فانتظرونا ان شاء الله من جديد. انا معكم كتب ادب ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله، احلى ناس في الدنيا.